الجدع شد حالك انزين. والله شد حالك شد حالك. بعدين في كثير ناس معك يعني ان شاء الله باذن الله. وبتعرفي شو يعني مين اللي بحبك مين ببعث لك صح؟ في ناس كبار معك ناس كبار يعني مش اي حدا معك ضياء. عودي الله ما كيش كبر من الله. فيش كبر من الله. فيش كبر من الله. هاي شو معنا كاملين. هاي شو بس. شد انزين. وعدنان وكلهم المشكلة الثلاثة. يعني عدنان بالنسبة لنا انه انا عدنان كثير بحبه. اوكي؟ مين خالد يعني اكيد معروف. وضياء اوكي. طب شو يعني شو هالمره هاي؟ انا كنت افكر حالي خلص متاكد انه من الثلاثه. انا الصراحه انا كل مرات كيف؟ انا قريت اسمي واسم بدر حسيت يعني خاطر بدر اللي فوتو انا بدر اللي فوتو معناتها اللي فوتو في ليفال وما نعرفش انا باسكو جيتي نوميني لا سيمين ديرنيير معناتها جو ماتوندي تقولوا لي انا جو سوي نوميني. لا لا مو نو. بعدين هاي المره قد ايه حطوا اسمي وقد ايه ركزوا علي؟ فهلا بدي اروح احكي تليفون مع ابوي، بتعرف شو راح يعمل؟ حيمسح فيي الارض. مش بعرف. بس جيتي نوميني جو سي با بتتخ عملت حاجه انا في بالي شبه تو فوا جو سي با يعني جوست تو انا تخيلت لي انت نوميني بالحق ما تخيلت الجمله اللي انت نوميني خاطر معناتها البرايم اللي فات نعرفش ما 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 ولا ما عادش فاهمه شيء والله لا عاد فاهمه شيء ضياء صدق ما عاد فاهمه شيء ما عادش تعرف ليه؟ هي طالعه من هيك مآمن انه لعله خير كل شيء من الله كل شيء من الله كل شيء من الله والله انك على راسي بس خلص هيك طمنت بكره خلص مش في مالها جو سي كو تي فورت جو سي با فورت